قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لا ما أريد. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لا ما أريد. أنا في السباق وأنوي اللحق. أنا في السباق وأنوي اللحق. أشارك فيك سباقات زيدو. سباقات زيدو. أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أنا في الصدارة أشارك فيك سباقات زيدو. سباقات زيدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم برنامج درب التحدي، ومعنا اليوم ضيف جديد. حياك الله يا بني، كيف حالك؟ الحمد لله. ما اسمك؟ جواد عبد الكريم. جواد عبد الكريم، حياك الله يا جواد. كيف الدراسة معاك والصيفية الإجازة؟ الحمد لله. ما شاء الله. والتخرج كيف كان من ابتدائي؟ الحمد لله كويس. ما شاء الله. طيب متحمس لأسئلة اليوم؟ طيب بسم الله، نأخذ السؤال الأول في مادة اللغة العربية. ما شاء الله، كيف اللغة العربية معك؟ كويس. ممتاز ها؟ طيب بسم الله نشوف السؤال الأول يا جواد. السؤال يقول: الفعل الذي يعد من الأفعال الخمسة، هل هو تنفقين، أنفقوا، أنفق؟ من الأفعال الخمسة. تنفقين. تنفقين. طيب نضغط تنفقين ونشوف الإجابة. ما شاء الله تبارك الله، احسنت، اجابه صحيحه. ما شاء الله عليك يا جواد، من اول سؤال في اللغه العربيه حتكسر الاسئله اليوم، ما شاء الله تبارك الله. طيب ناخذ السؤال التالي. السؤال يقول: اي من هذه الكلمات ليست كلمه عربيه، هل هي رقراق، ام ضروس، ام مارستان؟ مارستان. مارستان. يقول ان هي مارستان. نظرت مارستان ونرى، احسنت، الاجابه صحيحه، مارستان ليست كلمه عربيه بل هي كلمه اعجميه. طب السؤال يقول يا جواد: ضد كلمة الأنا، هل هي العجلة، أم القوة، أم الندامة؟ بس قبل ما نأخذ الجواب بنعرف إيش معنى كلمة الأنا. الأنا هي التفكير والتركيز قبل اتخاذ القرار. أيوة، أو التروي، ما تستعجل، عكس العجلة. يعني هي تعتبر إيش؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك صفتين يحبهم الله ورسوله. قال: ما هي؟ قال: الحلم والأنا. يعني الشخص الهادي المتروي اللي ما عنده العجلة المفرطة. طيب نضغط تأكيد على العجلة. وأحسنت، ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة وسديدة. طيب ننتقل للسؤال التالي، والسؤال يقول: فراغ مهذبا، ما هو الإجابة، ما هي الإجابة الصحيحة التي تكون مكان فراغ؟ كأن، أو ليت، أو كن. كأن مهذبا، أو ليت مهذبا، أو كن مهذبا. كن مهذبا. كن مهذبا. يا سلام، نضغط تأكيد على كن مهذبا. ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك يا جواد، ما شاء الله تبارك الله. طيب ننتقل للسؤال التالي. السؤال يقول: المنجل، هل هي آلة من آلات النجارة، أم آلة لحصد الزرع، أم آلة لغزل الصوف؟ ها، المنجل. آلة لحصد الزرع. أيوة، يجي كذا حديدة كذا سكين زي كذا. آلة لحصد الزرع. نأخذ آلة لحصد الزرع ونضغط تأكيد. أحسنت، إجابة صحيحة. أنت عرفت المنجل صح، اللي تمسك زي كذا، يكون زي السكينة بس كذا مايلة، فيمسك الشجر وبعدين إيش؟ يقطع زي كذا. أحسنت. طيب نأخذ الدرجات. ما شاء الله تبارك الله جواد، أنهيت السباق بنجاح برصيد 5 نقاط، وحصلت على 5 نقاط إضافية لسرعتك في الإجابة. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى من برنامجكم برنامج درب التحدي. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لا ما أريد. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لا ما أريد. أنا في السباق وأنوي اللحق. أنا في السباق وأنوي اللحق. أشارك فيك سباقات زيدو. سباقات زيدو. أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أنا في الصدارة أشارك فيك.